يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الحلقه النهارده، حلقه جديده وسريعه جدا. وقبل ما نبدا الحلقه انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسوش كمان ان المعلومه امانه، وزي ما وصلتكم توصلوها لغيركم. طب توصلوها ازاي؟ باللايك اللي حضراتكم بتعملوه. اعملوا لايك مهم جدا للفيديو ده علشان يترفع وغيرنا كتير يستفيد من الكلام اللي احنا هنقوله النهارده، لان جالنا اسئله كتير مهمه جدا. احنا بنربي الفراخ البلدي دي ازاي وبناكلها وبنشبعها ازاي؟ هقول لكم يا جماعه. وكمان جالنا اسئله كتير جدا، هل التربيه احسن ولا نشتري احسن؟ كل الكلام ده هنتكلم فيه النهارده، ولكن انزلوا حالا كده صلوا على الحبيب المصطفى ويلا بينا على طول نبدا نشوف بقى الفراخ البلدي بتاعتنا دي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين عندنا هنا دفعه جديده من الفراخ البياضه، ان شاء الله هنسيبها تبيض. وتعالوا بقى نشوف احنا بناكلها ايه يا جماعه. جالنا اسئله كتير جدا من اخواتنا بيقولوا الفراخ البلدي بتاكل كتير، يعني نربيها ولا نشتري احسن، ولا نربي ولا نشتري بيض ولا نعمل ايه بالظبط؟ النهارده يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين طبعا عندنا ما شاء الله اعداد كويسه جدا من الفراخ اللي هي البلدي اللي هي الفيومي على الساس، زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا ما شاء الله احجام الفراخ بسم الله ما شاء الله حاجه كده تفرق يا جماعه. طيب النهارده كده هقول لكم بقى احنا هناكلهم ايه. تعالوا بصوا معايا كده شوفوا احنا بناكلهم بواقي البيت يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده. عندنا هنا ايه؟ عندنا شويه رز، شويه خضار، فريك كده محدش اكله، وكل الحاجات دي هنبدا بقى ان احنا نحطها كده للطيور بتاعتنا بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. طبعا عاوز اقول لكم ان الطيور البلدي دي يا جماعه من احسن الطيور اللي تربوها. ليه؟ لانها بتاكل اي حاجه ولا مرتبطه بقى بعلف غالي، علف رخيص، فيه علف ما فيش علف، الكلام ده كله ما بنحتاجوش مع الفراخ اللي هي البلدي يا جماعه. بصوا ما شاء الله عندنا هنا احجام الفراخ اهي. بصوا عاوزه بس اوريكم حجم الفراخ اللي هي الساسو. الساسو ده كنا مربيينه مع الابيض. طبعا اخواتنا اللي بيسالونا ينفع نربي بلدي مع ابيض ولا نربي ساسو مع ابيض ولا ينفع الكلام ده كله؟ يا جماعه ينفع ان احنا نربي الساسو مع البلدي مع الابيض، المهم ان احنا ندخلهم في عمر واحد وتحضين واحد واستقبال واحد وكل حاجه. طبعا بقى لو كنتم متابعين معانا هتبقوا عارفين ان احنا كنا مربيين الابيض مع الساسو ومع الفيومي كله في مكان واحد واستقبلناه استقبال واحد وطلعنا دوره التسمين اللي هي الابيض، وده اللي كان معاها يا جماعه ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب قلنا ان الفراخ البلدي الميزه اللي فيها ان هي بتاكل اي حاجه زي ما حضراتكم شايفين كده. هنسمي الله ونبدا نحط لهم بواقي العيش اللي باقيه من البيت. طبعا الكميه اللي احنا حطيناها دي ما كلفتناش اي حاجه خالص يا جماعه، وبتاكل الطيور وبتشبعها وهتديكم انتاج بيض كويس جدا. طبعا انا بعتذر عن صوت الفراخ لان صوت الفراخ الساسو دي بيبقى صوتها عالي شويه زي ما حضراتكم شايفين كده. ربه وكله حاجه نظيفه يا جماعه. التربيه مهما كانت غاليه، يعني مهما كان العلف غالي، صدقوني الطيور البلدي دي ما شاء الله يعني حاجه كده تعتبر يعني حاجه كده بتربوها ببلاش يا جماعه من الاخر. يعني مهما اشتريتوا علف ومهما اشتريتوا هيكون احسن 100 مره من ان انتوا تشتروا البيض الغالي الايام دي وتشتروا اللحوم الغاليه والكلام ده كله ما شاء الله. يعني بصراحه كده انا بحس ان التربيه في البيت يا جماعه حاجه كده خير وبركه. معرفش يمكن احساسي انا معرفش، ولكن انا بحس الاحساس ده. وانتوا كمان لازم تربوا وتشتغلوا مهما كان يا جماعه العلف غالي، برضو التربيه احسن بكتير، سواء بقى كان التسمين او اللي هو البلدي. طبعا لو متابعين معانا هتبقوا عارفين ان احنا اصلا شغلنا كله تسمين، وما شاء الله يا جماعه ده السطوح بتاعنا. الفراخ دي لسه انا مطلعه الفراخ دي من تحت الوادي، طلعتها على السطوح. ليه؟ لان هي زي ما قلت لحضراتكم كانت من الدوره اللي فاتت اللي هي مع التسمين الابيض ما شاء الله. شايفين اللي هو الساسو عامل ازاي؟ ده الساسو يا جماعه اللي هو الشفر اللي مش الجيل الثاني، لان الساسو فيه انواع كتير. بصوا هنا معانا كده شايفين الديك ده ما شاء الله، هحاول امسكه ليكم برده اهو. سامعين صوت الديك ما شاء الله؟ ده الساسو يا جماعه للناس اللي ما تعرفوش اهو. واحد تاني اهو برضو، ده الساسو شايفين ما شاء الله، يعني حاجة كده يا جماعة ممتازة. لحم وبيض برضو، لو اللي هتسيبه اللي هو الساسو بيبيض، هو بيبيض، ولكن بيكون البيض بتاعه عزيز شوية او تقيل شوية مش زي الفيوم. تعالوا كده هوريكم برضو الفيوم يا جماعة. شايفين يا جماعة؟ ده برضو نوع من انواع الساسو اهو، بس ده جيل تاني مش اللي هو الشفر اللي هو المظبوط، يعني ده جيل تاني يا جماعه. الفرخيه دي
من اللي هو الساسو الجيل الثاني، هو المفروض ان هو كان جاي ساسو شفر، ولكن هو ما طلعش شفر يا جماعه. ولكن برضو ما شاء الله زي ما شايفين حجم الفرخايه كده حاجه حلوه. بصوا بقى الشفر، الفرق ما بين الساسو اللي هو الجيل الثاني وما بين الشفر، شايفين ما شاء الله، شايفين حجم الفرخايه عامل ازاي ما شاء الله، داخله في 2.5 كيلو ما شاء الله، حاجه كده كويسه جدا. لو هتربوه كلحم، لو هتربوه كبيض بيبقى تقيل شويه، ولكن هو بيبيض برضو، فمن قصدي اكلناهم وشبعناهم ببلاش، ما تكلفناش اي حاجه، كل الحاجات اللي احنا حطيناها ليهم الوجبه دي كلها بواقي بيت يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين. كمان في الميه حاطين النهارده نقطتين ثلاثه بتادين مع الميه، علشان لو في فيروسات في الجو او كده، نبدا ان احنا نحافظ على الطيور بتاعتنا علشان ما نلاقيش لا قدر الله عندنا موت مفاجئ ولا اي حاجه. الايام دي فيها فيروسات عاليه جدا، فخلي بالكم من الطيور بتاعتكم. جالنا اسئله كتير، هل الفراخ البيضه هتنزل هتغلى؟ الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ بصوا يا جماعه، في الايام اللي جايه دي الفراخ البيضه هتغلى. الناس اللي هي دخلت الفراخ البيضه او الكتاكيت في السعر اللي هو 30 جنيه زينا كده، احنا بقى برضو دخلنا في سعر ال 30 جنيه ودخلنا في سعر اللي هو ال 26 جنيه، كان عندنا دورتين بسعرين مختلفين يعني. طيب هل الفراخ البيضه هتبدا ترخص في الايام دي واحنا جايبين اصلا الكتكوت غالي؟ لا يا جماعه، احنا داخلين على رمضان، الفراخ مهما رخصت الايام دي هترجع تاني تشد تاني في رمضان. حافظوا على الطيور بتاعتكم، اكلوها وشبعوها، حافظوا عليها، التسمين اهم حاجه، الفرشه تكون نظيفه، حضرتك تكون شغال بطريقه صحيحه، الدنيا هتظبط معاك، فاهمين قصدي؟ ولكن انا هنا بتكلم النهارده على الطيور البلدي، لان جالنا اسئله كتير جدا، جالي سؤال بيقول لي يا سمر انت بتشبعي الطيور بتاعتك دي ازاي كلها، واحنا يعني عندنا فرختين ثلاثه وغلبانين فيهم مش عارفين نعمل ايه. بصوا يا جماعه والله العظيم مهما اشتريته علف هو هيكون ارخص من ان انتوا يعني تشتروا الطيور من بره، سواء بقى كانت بط وز. بصوا انا هنا بالنسبه لي البيت كله يعني طيور ما شاء الله، هتلاقوا حمام، تلاقوا سمان، تلاقوا طيور بلدي، تلاقوا رومي، بط، تسمين ما شاء الله. يعني بصراحه لا، انا ما اعرفش ان انا اشتري من بره ولا اعرف اكل ولادي حاجه من بره. احنا زي ما حضراتكم شايفين يعني عندنا اكتفاء ذاتي ما شاء الله، اتمنى ان المنظر ده تشوفوه عند حضراتكم ما شاء الله، ما عندناش يعني ولا غلطه. طبعا لو كنتم متابعين معانا كنت هتلاقوا ان احنا الفتره اللي فاتت كان عندنا فراخ بلدي زي دي، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل، وكان عندنا كده شويه موت مفاجئ تقريبا خلصوا يومين ثلاثه ولا تقريبا اربع ايام ولا حاجه زي كده، ولكن بفضل الله احنا كان عندنا دفعه ثانيه ما شاء الله اهي، طلعتها في المكان اللي كان فيه الفراخ البلدي اللي كانت على السطوح، طلعتها ليه؟ لان الطيور البلدي يا جماعه بتحب الشمس جدا، الشمس كويسه جدا بتديهم كده طاقه وبتخليهم، لا الفراخ البلدي غير الابيض يا جماعه. ليه؟ لان دي حاجه ودي حاجه. جالنا سؤال مهم جدا عن الابيض، اختنا بتقول انا عندي فراخ بيضه عمرها تقريبا 9 ايام وعاوزه تطلعها في الشمس. الابيض يا جماعه ما بيطلعش في الشمس، البلدي هو اللي تحطوه في اي مكان ولا بيجرى له اي حاجه، سواء بقى كان فيومي، بلدي، اي حاجه، المهم ان الطيور اللي هي البلدي دي حطوها على السطوح، حطوها في اي مكان مش بيجرى لها اي حاجه. ولكن الابيض يا جماعه ما ينفعش ان انتوا تحطوه على السطوح ولا تحطوه في الشمس. اختنا بتقول انا كل يوم عاوزه اطلعهم شويه في الشمس وارجعهم تاني، مفيش الكلام ده يا جماعه، ما بيتعملش ابدا مع الابيض، لو عملت كده هتدمريهم ومش هيظبطوا معاكي ابدا، ولا هيدوكي وزن ولا هيعيشوا اصلا. فراخ البيضة تاني ما بتطلعش الشمس يا جماعه، اللي بيطلع الشمس اللي هو البلدي اللي حضراتكم شايفينه ده. خلاص كده، بس كده، ده كان الفيديو النهارده، ربوا واشتغلوا، ربنا يحسن ما بين ايديكم، التربيه في البيت خير، حافظوا على طيوركم، الايام اللي جايه هتبقى الطيور غاليه جدا سواء البلدي او التسمين، اشتغلوا ربوا في بيتكم، بس كده، مش عارفه اقول لكم ايه، ولكن بجد انا بحس ان التربيه في البيت حاجه ثانيه خالص يا جماعه، طعم ويعني بصوا لا فرق كتير، مفيش اصلا مقارنه ما بين ان انت تربي في بيتك وما بين ان انت تشتري من بره. زي ما حضراتكم شايفين اكلوا وشربوا والدنيا تمام وما كلفوناش اي حاجه، يعني انا في الوجبه دي ما اشتريت لهمش اي حاجه تماما زي ما حضراتكم شايفين. كمان شويه كده هبدا احط لهم شويه قمح وهحط لهم بس شويه رز شعير وعلى كده طول النهار. خلاص كده، طبعا اخواتنا بقى اللي بيقولوا القمح غالي والرز غالي، بصوا يا جماعه هو عندنا بالنسبه لنا متوفر فاحنا مش بنشتريه، لكن لو انتوا هتشتروه لا هو غالي. خلاص كده، بس كده، ده كان الفيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، ربوا واشتغلوا، ربنا يحسن ما بين ايديكم، واتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا لكل اخواتنا من مصر ومن الدول العربيه، بشكركم جدا وسعيده جدا بوجودكم معانا، اتمنى لكم التوفيق، استنونا في حلقه جديده.